الناس تعاني فوق منازل، تعاني من أمراض الكوليرا، وناس راحت ضحايا قبل فترة بسبب هذا المرض. يعني الناس بحاجة ماسة إلى المساعدة، تشتي مساعدة أي جهة تكون، يعني حتى يمسكوا في غشاية عشان المجاري هذه. كثير 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 اللي مرضوا، كثير من الكوليرا ومن هذه الأمراض المنتشرة كثير، وبسبب البلاعات. يعني البلاعة ما توقفش أبدا. لا حياة زي الناس، هذه مش حياة يا جماعة. شوفوا المجاري أمامكم، قدامكم المجاري، يعني الروائح كريهة والأمراض منتشرة عندنا، أوبئة بشكل غير عادي. والروائح كمان كانت كريهة بشكل فظيع. يعني ندخل البيت على زبالة، إيش الزبالة عادة أو هون، يعني روائح فظيعة بشكل فظيع. يعني ندخل نحا ونخرج برضو على نفس الموال، يعني اللي شي يدخل بلد ما عاد شي يخرج من الرمة والقدارة. والله لو كنت جيت المكان ذا ما بتقدر تدخله، من النامس، من الوباء، إن لدرجة إن المكنون يجي يشتغل يستخدم حريق من أجل نطير النامس والذباب. يعني مكان قذر. أجينا نحنا اشتغلنا المقاري، اشتغلنا بيبات، غرف التفتيش، اشتغلنا تليس. هذا العمل يعني اكتسبت منه حاجات كثيره، زي ما الخبره هنا تشتغل ورا مهندسين واتقان بالسنتي بالمتر بالحاجات بالسلبات الميلان بكل اتجاهات. فضل الله يعني حصلت الشغل ده، حياتي تغيرت، مصاريف المدرسه وفرتها، حتى بدات اني اشتري من العيال ملابس. لا بس الحمد لله، أول مرة يعني أشوف إنه في حد يهتم بالمقاري ما مقاري. وأقول والله إني مبسوطة كثير، يعني بشكل فظيع، إن فرحانين إن إحنا أصحاب العمارة كامل، وأقول من صدق والشغل اللي إحنا. ما شاء الله، ما قلتش حلم عمري كله. لو كان صدق إن هذا المكان كان مقاري وكان قمامات من فوق وقدام. هذا المشروع حلم لا أنا عدنا ما بعدين عايشة أقول لك عذرا بانغفل من الحلم هذا، والله ما صحيت منه. هذا المشروع كان حلم الوالدة الله يرحمه، وحلم لنا كمان، والحمد لله بدأ دحين يتحقق. أتمنى أنه يوصل لجاري وجاري جاري، إن شاء الله مراد والأبيال اللي فيه.